سعد الله مساكم كل خير. هذه سالفة طرية وسالفة ودك انك ترجع وتقولها في سناب او في مجلس او في مكان. السوالف الطيبة اعطونا، ودنا نسمع عن سوالف التفاعل، عن سوالف التوفيق، عن سوالف التيسير. هذه من ضمن السوالف اللي انا قلت التيسير والتوفيق والتفاعل. يقول لي واحد من الربع، يقول كنا في الشرقية، يقول راتبي، يقول وسط، يقول عيدي وعلي امور علي ما يقول كانت مجتمعين معزومين لهم على ضيفة، يقولوا عزمت، يقول ما عزمت، يقول ضيفة رجال كذا اللي جايني، يقول رجال ما هو بسيط، واللي أنا عندهم رجال بعد الله منعمن عليه، يقول عزمت، يقول على طول استعزم، ويقول بس تم، يقول ودق على هاك الرجال بعد ما خلصنا، يقول إنه كيف عندنا جبلين، يقول والله مثل أثقب ومثل الأصفر على علي الحمل، يا مستعزم أبكي وش أسوي وين أروح. يقول المهم إني أخذت تدبرت الأمور، يقول داومت، يقول طلعت استأذنت من الدوام، يقول خدت لي سلفة، يقول أخذت الدبايح، يقولوا بعد الدوم، يقول على الساعة 2، يقول ترى معزوم على زواج الليلة، وزواج واحد من ربعه، قال يقول ودي حضره، يقول ما يقول حاضر حاضر. يقول يوم وقفت عند المصلخ، دبايح معي في الصندوق، يقول سيارة سيارة لا فيها صندوق، يقول دبايح في الصندوق، يقول ألا هذا فلان اللي أنا مستعز من عنده على زواجه. يقول يا هلا يا هلا يا كلفت على عمرك، كلفت على امورك، ما يحتاج يا محمد. يقول تعال يا محمد، تعال تعال شو ننزلهم مع الغنم. يقول احب القشم الرجال، يقول والله قلت تستاهل واعذرني، وانا جايني ضيوف، وانا بس الليله ترى هذا حقكم واعذرني. يقول نعود ونتخارج منه بالمعونه وبالعذر، حضور ما فيه. يقول اعتذر من عنده على الحضور. يقول ادير، يقول لي والله ما ادري وين اروح. قلت يلا حق جاي، يمكن تيسر من الرجال. يقول ما قدرت، يقول انا بس انعميت، يقول ما ادري وين اروح، ضاقت. يقول انا اطلع، يقول انطلع، يقول له في الشارع، ينزل للسوق، يقول يمين مسجد، يقول له باقي حصات العصر شوي. يقول انا اوقف، انا اوضي، وانا اصلي، تسنن. يقول والله ما ادري وش اسوي، كلها تفكير وش اسوي، الوقت داهمني. يقول الامور ها وسط، يقول وها لي اذا عنده ذهب اخذه، يقول فلان تسلف منه، وفلان مدري وش، يقول ما ادري وين اروح. يقول ضايقه، يقول هم تسلفن فلوس بعد العشاء، يقول ما ادري وش اسوي. المهم يقول يوم طلعت، يقول لا الرجل، يقول يوم صليت، يقول طلعت نص المسجد، يقول الرجل مخطفني. انت فلان؟ قال الله فلان. كيف الحال طيب؟ يقول هجس انت فلان؟ قال الله يلا حيه، كيف الحال طيب؟ يقول ده يوم بدل التعيين، يقول يوم تعيننا، يقول كانوا يعطونا راتب، يقول راتبين، يقول اخذ مني 2000 ريال سلفة، يقولوه أنا نقلت من عندهم، يقولوه نقل، يقولوا انقطعنا. يقول سبحان اللي بيده الحكمة، يقول أرسله العزيز الحكيم علي، يقول أنا ما دريت. قال قهوة، يقول أمسكني شدني، وش عندك وش أمورك وش، يقول أعود ونعلمه بالسالفة. قال علي الطلاقة نمشي من الشبك. يقول يوم جيت الشبك، يقول يحمل معي خروفين ويعطيني 2000. قال هذه فلوس كل 2000، والخروفين هذه اللي أنت فيهن الرجال، عنك الله فيهن يوم الله اندبني كل يوم هذه. يقول والله كني ما كنت فلوس قارون بيدي، كنوز قارون كلها مالك بيدي. يقول وتوكل على الله، يقول يا طول العمر، يقول ويجيني هاك الليله في العشاء والضيوف، يقول واستانس. يقول والله اني ادعي له اليوم كذا، يقول كل ما ذكرت علي قدم المعروف تركه، قدم المعروف، احسنوا النوايا، اصلحوا ذاتكم، اعزموا لله، اتكلوا على الله، صحصحوا صفايحكم، تسامحوا، خلكم حمال السنابة.